صاروخ اليمن، أين وصل؟ ماذا يحصل في المنطقة؟ أهذه ردة فعل من اليمن غير مدروسة للدفاع عن الأطفال وأشلاء أطفال غزة وما تعنيه غزة من ظلم العالم لها والتصفية العرقية التي تحصل الآن في غزة؟ وأنا أتكلم الآن بهذه اللحظة والدقيقة. هل كانت رد فعل أم كانت رد فعل مدروسة سوف يكون ما وراءها، أو لها طلقة نار تبدأ السباق فيها؟ هل هو هذا الشيء أم لا؟ بنتسأل معكم يعني. تمام، طيب. احنا طبعا انتم عارفين كشعوب عربية او كدول عربية نحن الان نقتسم او يقسمون الى قسمين: قسم مقاوم او ما يسمونه دول المحور، وقسم مطبع له مصالح طويلة الامد وقصيرة الامد وليس له وقت انه يدخل في حرب مع اسرائيل او لا، يعني عنده شعوب كذا يهتم باكلهم وشربهم، يم ما في شعوب كذا اصلا، في شعوب عن شعوب تفرق، في شعوب لازم تعيش وفي رخاء اقتصادي ولازم يكون في ثورة صناعية، وفي شعوب مكتوب عليها تكون حطب الشتاء لكي تدفأ فيها شعوب بعض الدول مع حكوماتها. نتكلم عن الدول المضحية أو الشعوب الذي ذهبت في عراق: الصفوية الإيرانية، الشيعية، والسنة المتطرفة التي تمثلها السعودية. للأسف اتخيلوا بريطانيا بقدرة قادر استطاعت تعمل مزيج جميل من التطرف الإسلامي السني والتطرف الذي يدعي نفسه الإسلام الشيعي وتحطهم في الشرق الأوسط ونتحارب إحنا بقى ونصفي بعض تحت هذه المسميات، وبذكاء نكون دول محور. ما هي دول المحور؟ العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، لبنان، إيران على رأسهم طبعا، الناتو المحوري. تعالوا نشوف الناتو الصهيوني الجميل بقيادة الدول العربية، الناتو العربي بقيادة بني صهيون. هنا الجمال، أنا إيش أحكي لكم؟ هنا الجمال في الموضوع، هنا السياسة، هنا تعرف كيف تأكل الكتف. الآن الله ما أقول لكم إلا خير، جيني حالة أحيان تصنيفات. نرجع لموضوعنا، أنت لما تشوف اللي حاصل في الدول العربية ما يحصل